انت اكيد بتقولي الكلام ده عشان تضايقيني. تلفتي نظري ان انا لازم اتغير، تحسين ان انا ممكن اخسرك، فلازم اغير اسلوبي معاكي. هي كده من الاخر، انت متمسكه بيا، عايزه تحافظ عليا، وانا متشكر يا بيبي، متشكر انك لسه بتحبيني. يا سلام، ده اللي انت وصلت له؟ ايه غلط؟ اكيد غلط، عشان كل كلمة انا قلتها اقصدها. انا بكرهك وبحبك. طيب يحب حد يا بيبي مش يخاف عليه؟ انت متعرفيش انك انت كده حكمتي على الخديوي ده بالموت؟ انا بتحبيه هموته. وانا بقول لك انت مش قده. انت اعصابك تعبانه اهو، رايحين لك يومين ثلاثه وبعدين ما نتكلم. الحمد لله على السلامه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.